له العزة والجبروت، وبيده الملك والملكوت، وله الأسماء الحسنى والنعوت. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي العربي المكتوب في التوراة والإنجيل المنعوت، وعلى آله وأصحابه الذين لهم في صحبته واتباعه الأثر البعيد والصيت، صلى الله عليه وعليهم من انتصر بالإسلام جدهم مبخوت، وانقطع بالكفر حبلهم مبتوت، وسلم كثيرا. أما بعد أحبتي في الله، بادئ لبدء وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحصة الماضية كنا قد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقلنا بأن هذا اليوم هو يوم القيامة، هذا اليوم الذي قال عنه الحق سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقلنا كذلك عندما تقرأ هذه الآية مرتين في القرآن الكريم فلا تظن أن الأمر يتعلق بالتكرار، لأن إحداهما ختامها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، والأخرى ختامها ولا يقبل منها عدل ولا تدفع شفاعة. إذن فالضمير مختلف، هنا الضمير مختلف في الحالتين. مرة عاد الضمير على النفس الجازية فقدم الشفاعة وأخر العدل، ومرة عاد الضمير على النفس المجزية عنها فقدم العدل وأخر الشفاعة. بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أحبتي في الله، بعدما ذكر الله عز وجل نعمه على بني إسرائيل على سبيل الإجمال، ذكر هذه النعمة عليهم على سبيل التفصيل. أتعلمون لماذا؟ ليكون أبلغ في التذكير وأدعى إلى ماذا؟ إلى الشكر. لهذا قال سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم، سمعت وإذ نجيناكم، بمعنى اذكروا الوقت الذي نجاكم فيه الله عز وجل من فرعون، اذكروا الوقت الذي نجاكم الله عز وجل من فرعون. ثم يقول سبحانه: يسومونكم، من سام يسوم، سام فلان خصمه أي أذله وأعنته، هذا معنى يسومون سوم المعنى ألوان شتى من العذاب، ألوان شتى من الجلد والسخرة، السخرة بالسين وبضم السين، والسخرة إنسان يعمل أعمالا بدون عوض، السخرة من الجلد والسخرة وبالعمل والعمل بالأشغال الشاقة. لهذا قال سبحانه: يسوم لكم سوء العذاب. ثم يقول سبحانه وتعالى: يسوم لكم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كما قلنا أذكركم بأن هذه القصة قد ذكرنا أسدنا في ذكرها وحديث عنها في الحصص الماضية، ولكن لا بد من التذكير لأن السياق دعا ذلك. مسألة الذبح في قوله سبحانه وتعالى: يذبحون أبناءكم، هذه المسألة تتعلق بأن موسى، بأن فرعون عفوا رأى نارا قد هبت من ناحية بيت المقدس، أحرقت كل المصريين، أحرقت كل،
فلم ينجو من هذه النار إلا بني إسرائيل، إلا بني إسرائيل أخوان. طبق الحال فرعون طلب تأويل الرؤيا، فقال له الكهنة إن مولودا يولد هذا العام سيكون زوال ملكك على يدي. أمر القوارب بذبح كل مولود ذكر من بني إسرائيل، كل مولود ذكر. لكن آل فرعون الذين تعودوا على السلطان قالوا لفرعون إن بني إسرائيل يوشك أن ينقرضوا، وهم طبق الحال يقومون بالخدمات لهم، فجعل الذبح سنة والسنة الثانية يبقون على الموالد الذكور، يعني يذبحون سنة وسنة لا يذبحون. لهذا قال سبحانه يستحي يذبحون أبناءكم. الغريب أحبتي في الله أن هارون قد ولد في العام الذي لا يكون فيه ذبح، وموسى عليه السلام ولد في العام الذي كان فيه ذبح، فحدث ما حدث، حدث ما حدث. لهذا قال سبحانه وتعالى يذبحون أبناءكم. عندما نسمع أبناء، ما هو الابن؟ الابن هو الذكر، قلنا هذا مرارا وتكرارا، الابن هو الذكر. وعندما نستعمل لفظ الولد يقصد به الذكر ويقصد به الانثى، وهذا لفظ كما قلنا لفظ مشترك. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فإذن فكانوا يتركون، كانوا يقتلون عفوا الموالد الذكور فقط، أما النساء فكانوا يستبقونهن يعني أحياء. ولهذا قال ويستحيون نساءكم. ما معنى يستحيون نساءكم؟ يستبقونهن على قيد الحياة، تخلوا الحياة. لكن أحبتي في الله نتساءل، لماذا لم يقل الله عز وجل يذبحون أبناءكم ويستحيون بناتكم بدلا من أن يقول نساءكم؟ أحبتي في الله إن الله عز وجل يريد أن يلفتنا إلى أن الفكرة من هذا هو إبقاء عنصر الأنوثة يتمتع بها آل فرعون. تأملوا أحبتي الله نساءكم، قال نساءكم لن نقول بناتكم، لإبقاء عنصر الأنوثة يتمتع بها من؟ آل فرعون. لذلك قال نساءكم لن نقول بناتكم، أي أنهم يريدونهن يعني متعة لهم، وذلك للتمكين ببني إسرائيل، للتمكين ببني إسرائيل. ولا يقتل رجولة الرجل إلا أن يرى الفاحشة تصنع في نسائه، لا يقتل رجولة الرجل إلا أن يرى الفاحشة تصنع في نسائه. ثم قال سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء اختبار امتحان، والبلاء في الشر وفي الخير. هذه نعمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول من يريد الله بخيرا، من يريد الله بخير يصيب منه. انت ماذا تتشعر هذا بيديك؟ مصيبة أصابتك، اعلم أحبتي إذا كنت مستيقنا بالله ومؤمنا تمام الإيمان فاعلم بأن في تلك المصيبة خير، هذا ما لا شك بهذا. ولهذا قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير. بالشر والخير. لا الآية القرآنية بالخير والشر، بالخير والشر. ولكن سيدنا ربي قال
ونبلوكم بالشر والخير فتناه وإلينا ترجعون. وإليه ترجعون. رغم بالخير والشر تقول شيطان بالخير أزقاء، لا بالشر والخير. في الأنبياء، الأنبياء حفظنا بحالكم ما عندكيش تخيلة دور الناس والطالب تجي الشيطان تقول لي ونبلوكم بالشر والخير، تجي عند حق يقول لي نبلوكم بالخير والشر أزقاء بالعقل، لا ماشي قادر يا أخويا لا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة في صورة الشاهد عندنا جميع. الشاهد عندنا هو أن البلاء في الخير وفي الشر، ولهذا قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذ فرقنا بكم البحر، شوف تحدث عن النعمين عني عني على بني إسرائيل بشكل مجمل ثم صار في الصيف وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرقنا بكم فأنجيناكم. موسى عليه السلام خرج مع قومه يعني عددهم 600,000 كما تقول الرواية 600,000، فعرف فرعون بخروجهم، علم بخروجهم، فخرج على رأس جيش من 1,000، يعني نقول مليون، من 1,000. ولما جاء قوم فرعون لأجل مواجهة قوم موسى عليه السلام وتراءى الجمعان، أي رأوهم رؤية العين، ماذا قال أصحاب موسى؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أحبتي بالله، هل كلام قوم موسى منطقي مع الأحداث؟ نقول منطقي، كلامه منطقي. لماذا؟ لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، هذا كلام منطقي. ولكن أصحاب موسى ناسوا أو تناسوا بأن البحر لا يخرج عن قدرة الله، لا يخرج عن قدرة الله يا عز وجل. لهذا فالأحداث عندما تخرج من نطاق الأسباب إلى مسبب إلى قدرة الله سبحانه وتعالى فهي لا تخضع لأسبابكم، لا تخضعوا لأسبابكم. الأحداث حينما تخرج من نطاق الأسباب إلى قدرة المسبب فهي لا تخضع لأسبابكم. ولذلك قال موسى عليه السلام بماء فمه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظروا إلى أصحاب موسى ماذا قال؟ قالوا إنا مدركون. قال أصحابه إنا لمدركون. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. بماذا رد عليه موسى حسان؟ هو نبي موسى بعهد الله عز وجل. فإذا عجز الأسباب فمسبب الأسباب لا يجد شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال لهم أصحاب قال موسى حسان بما لفني؟ قال كلا إنما هي ربي سيدي. موسى عليه السلام يعني عندما الله تعالى عفوا أمره أن يضرب بعصاه البحر فانفرق البحر، انفرق وتوقف قانون الماء، وقانون الماء هو الاستطراق والسيولة. انفرق الماء فتكون من كل عفوا كل تكون الماء كل جزء منه جبل، من كل جزء جبل. بمعنى آخر أن موسى عليه السلام عندما يعني ضرب بعصاه البحر انفرق الماء. أشهد أن لا إله إلا الله.
مرت هذه الدعوة النصرة قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. قلت أحبتي في الله إن الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام بأن يضرب بعصاه البحر فانفرق الماء وتوقف قانون الماء أي توقف قانون الماء وهو الاستطراق والسيولة انفرق الماء وأصبح كل جزء منه كالجبل. تأملوا في طلاقة قدرة الله عز وجل، ذرات الماء تماسكت مع بعضها البعض لتكوين جبلين كبيرين بينهما يابس يعمر منه قوم موسى عليه السلام. موسى وأصحابه، موسى وأصحابه، موسى عليه السلام رأى فرعون وجنوده يتجهون إلى البحر ليعبروا، أراد أن يضرب بعصاه البحر ليعود إلى السيولة، إلى الاستطراق عفوا، إلى السيولة حتى لا يدركهم فرعون وجنوده. الله عز وجل أوحى إليه فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. للإشارة، هذه لفظة لم تذكر، لا تذكر في القرآن الكريم، بأن موسى عليه السلام ذكر يعني القرآن الكريم، ولكن ذكر الله عز وجل هذا هذه الآية: واترك البحر رهوا. لماذا سيأمر الله عز وجل بأن يترك البحر رهوا؟ ما معنى رهوا؟ ساكنا على هيئته منفرجا بعد أن تجاوزه يا موسى. أراد موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر ليعود كما كان إلى يعود إلى السلولة حتى لا يدركهم فرعون جنوده، فأمر الله عز وجل كما ذكر في القرآن الكريم: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ما معنى هذا؟ واترك البحر على ما هو عليه حتى يتبعكم فرعون وجنوده ظانين أنهم قادرون على ماذا؟ على أنهم قادرون على أن يعبروا البحر ويمشوا فيه، حتى إذا أصبح أولهم عند قريبا من شاطئكم وآخرهم عند الشاطئ الآخر أعيد الماء إلى الاستطراق وإلى السيولة وأنتم تنظرون وأنتم تشاهدون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم وأنتم تنظرون وأنتم تشاهدون. هذه أحبتي في الله هذه آية باهرة من آيات الله عز وجل في إنجاء أوليائه وإهلاك أعدائه، وهذه آية هي تدل على ماذا؟ تدل على طلاقة قدرة الله عز وجل. آية تدل على صدق الرسول، على طلاقة قدرة الله، تحدث عن طلاقة قدرة الله. وإلا عشنا مع هذه القصة، هذه قصة موسى، ولم نحط بجميع اللقطات وبجميع الآيات لأن تفرقت. المهم، فآية تدل على طلاقة قدرة الله أن يضرب موسى بعصاه البحر فينفرق، فهذه الآية التي تخرق نوامس الكون وقانون البشر لا يمكن أن تفسر أبدا، لا من لدن فيزياء ولا من غيره. قلنا أعطينا مثال ضرب النقدي، الضرب بآية على مضروب ليصبح صالح الاستعمال كالنقد مثلا قبل أن يصبح عملة متداولة يعني يتم سكه وختمه، يكفي ذات سكه كذا تصبح عملة متداولة، ولكن أن يضرب بعصاه البحر بأصل من شجرة ويضرب البحر بحر يابس طريق والبحر تماسك ومن ناحيتين جبل فيزيائي وخيفني عمره كامل ماشي بصح.
حيت ايه ملي تقول ايه تخرقون اوامر تكون قانون بشر مايمكنش تفسر ابدا لا تفسر ان تتعلق بطلاقة امرأتك القدرة المطلقة ديال السيدات مايمكنش ولهذا قال الله تعالى وانتم تنظرون احبتي في الله ألم تتأملوا في هذه الآية هل تحبت الله عز وجل عن فرعون أم عن إغراق آل فرعون حينما قال سبحانه وتعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون أغرقنا آل فرعون أين فرعون أتعلمون لماذا والله أعلم مراد غضبه لأن هؤلاء هم الذين أعانوا فرعون على جبروته وعلى تسلطه هم الأداة التي استخدمها في تعذيب بني إسرائيل الطاغية ليصبح طاغوتا من الذي صيره طاغوتا؟ أتباعه أنصره لو تصدوا له تصوروا معي لو أن فرعون حينما قال أنا ربكم على وتصدى له الناس أنت كاذب أنت كذا أنت طبعا حاجة سيكف على حماقته ولكن وجد الأتباع من الذي صير في العمى من الطاغوت من طاغية إلى طاغية هو بهذا إذا تأمن الآيات وقرأنا آل فرعون آل فرعون لماذا ذكر آل فرعون لأن هؤلاء هم الذين أعانوه على تسلطه وعلى جبروته هم الأداة التي استخدمها لتعذيب بني إسرائيل ولهذا قال وأخرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون تشاهدون تنظر ثم يقول سبحانه وتعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الوعد هنا جاء بإعطاء موسى المنهج وقرأوا معي قوله سبحانه وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة هي ذو القعدة بكماله وعشر ذي الحجة وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر ذو القعدة بكماله وعشر ذي الحجة ووعدنا موسى 30 ليلة وأسممناها بعشرين فتم ميقات ربه 40 ليلة الله سبحانه وتعالى يقول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل سبحان الله العظيم ثم اتخذتم العجل أنا لا أتكلم الله تعالى يريد أن يمحص بني إسرائيل ويريد كذلك أن يبين لنا كفرهم بنعم الله فهؤلاء هذا ضرب من الحلقة هؤلاء أنجاهم الله عز وجل من البحر وأنجاهم من عدوهم هو فرعون ولم يكادوا يعبرون البحر حتى وجدوا قوما يعبدون الأصنام فقالوا كما يحكي لنا القرآن الكريم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة الصنم ما زال ترسخ في النفوس ديالهم عجيب فتقولوا آية يا إخوة سبحان الله لم يكادوا يعبرون البحر حتى قالوا لموسى كما قال يا حكى القرآن الكريم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون عبدوا العجل من دون الله هذا العجل قصته ماذا؟ قصته لا قصته هو الذي صنعه العجل موسى السامري الذي رباه جبريل ولكن الحج قبل موسى السامري ماذا فعل بنو إسرائيل سرقوا بعد حلي نساء آل فرعون
بنو إسرائيل سرقوا بعض حلي نساء آل فرعون، فجعلها الله عز وجل فتنة لإخوائه، زين لهم الشيطان أن يصنعوا من هذه أن يصنعوا عجلا يعبدوا، صنعوا لهم من كما قلنا قبل قليل موسى السامري، موسى السامري الذي رباه جبريل عليه السلام. فسبحان الله، ما الحكمة من هذا؟ ما هو الدرس؟ ما هو الدرس؟ هذا السامري ايش دار؟ أخذ هذه الحلي وأذابها، يعني صهرها أذابها، فجعلها في صورة عجل يعبد منه، عجل. ولكن لماذا جعل الله عز وجل هذا العجل فتنة لبني إسرائيل؟ أتعلمون لماذا؟ لأن الذهب المصنوع منه العجل أصله حرام، أصله من حرام، والحرام لا يأتي منه خير قط، الحرام لا يأتي منه خير قط. ولذلك فيعني يقولون الحرام لا يدم وإذا دم لا ينفع، وعلينا أن نأخذ العبرة من هذه الواقعة أن الحرام ينقلب على صاحبه شرا وبلاء. الحرام لا يدوم وإذا دم لا ينفع، هذا ما يضحك على رسول الله عز وجل قال إن الله طيب لا يقبل طيبا إخوان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمن بما أمر به المرسلين، أمر المؤمن بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات. تأمل في الكلام يا سيدي ربي، كلوا من الطيبات. إذن فالأكل الطيب عون على العمل الصالح، والعكس بالعكس، مفهوم مخالفة. الأكل الطيب عون على العمل الصالح، والأكل الخبيث عون على العمل الفاسد، مفهوم مخالفة عند الأصوليين سهلة. ثم ذكر الله عز الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أخبار، المسافر أشعث أخبار يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. والإخوان شروط الدعاء كلها متوافرة، يرفع يديه إلى السماء. وأنا تنشير بين قوسين هنا بعض الناس يقولون لا ترفع يديك إلى الدعاء، سبحان الله سبحان الله. وأين نحن من وماذا نقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث القدسي الذي قال فيه الله عز وجل إن الله يستحي إذا رفع العبد يده إلى السماء أن يردهما صفرا. تعجبوا فيها شو واحد ما تعرفوش يديها، هذا بين قوسين شو ما تعرفوش يديها، سبحان الله. ما فهمتش أنا. ذكر الرجل أشعث أخبار يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، يدعو الله. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي أو غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب؟ ولكن هذا ما أنا أقول، هذا يستهزئ بالله، هذا استهزاء بالله عز وجل. كل شيء حرام، الماكلة الشراب كذا البس، ويمد إليه يا رب يا رب، هذه قلة الحياة، قلة الأدب، ويستهزئ بالله عز وجل. لهذا يقول الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة إني بما تعملون. ولهذا هنا سيدنا بهنا الله تعالى في هذه الآية قال بأن يعني وعد، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، كما قلنا. والعبرة التي يجب أن نأخذها من هذه الواقعة أن الحرام ينقلب على صاحبه شرا ووبالا. ثم يقول سبحانه وتعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني بعدما ارتكبتم ذنبا من ذنوب القمة، راجعين تقولوا ذنوب القمة، تجعلت مع الله شريكا، هذا هو المقصود. مع ذلك رغم أن على الرغم من أنهم ارتكبوا ذنبا من ذنوب القمة، ومع ذلك عفى الله عنهم، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم. بقى
لو سهو هذا الوقت أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم جميعا حسنين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.